دعم حكومي للمتفوقين والمجتهدين بالعراق وبالأخص بميسان. كلش فرحانة بالدعم اللي صار خلال يعني حضراتكم وغيركم، أنه سمعنا بأنه هذه البنت ابنتنا، ابنة محافظة ميسان زهراء، مرحبا، اسمي زهراء بشير، فاز مسابقة أفضل متعلم في دولة الإمارات في إمارة دبي. طبعا أنا كلش سعيدة فرحانة بوجود الحاج أبو القاسم الساعدي، لأن قلة قليلة نشوف دعم حكومي للمتفوقين والمجتهدين بالعراق وبالأخص بميسان. كلش فرحانة بالدعم اللي صار والتكريم اللي صار، وعاشت إيدهم، يعني كلش ممتازين، وشكرا لكل جهودهم وجيتهم إلنا. طبعا من خلال يعني حضراتكم وغيركم، انه سمعنا بانه هذه البنت ابنتنا، ابنة محافظة ميسان زهراء، وعند مشاركتها في قامة الدورات والورش في الامارات، في دولة الامارات، واصبحت هي المتفوقة ونالت جائزة افضل متدربة وافضل متلقية متعلمة. فهذا اليوم افتخار ليس لميسان فقط بل للعراق بصورة عامة، سميت أيضا أطلق عليها من خلال هذا التفوق بأنها زهرة العراق، وهذا الاسم إن شاء الله اسم على مسمى، اسمها زهراء وأزهرت في التفوق العلمي. احنا اليوم بودنا أن نثر هذه الطاقات، خصوصا الطاقات الشابة، يوم الكثير أو الاستكبار أو الجهات المعادية إن بدت أنه تريد تحاول أن تغطي على هذه الكفاءات وهذه الطاقات، وأن تعتبر النجاح فقط للمشروع الآخر اللي هو المشروع الغربي، لكنه اليوم احنا بالمقابل نقول لهم هذه الطاقات، هذه الكفاءات، هذول الشباب، هؤلاء شبابنا، شباب محافظة ميسان. لعله البعض ينظر إلى محافظة ميسان كأنها ليست بالمستوى المطلوب، لكن هذه محافظة ميسان اليوم تفوقت على في مجال معين، تفوقت على ليس فقط على العراق بل تفوقت على الدول العربية بأجمعها.